سمع كلمة الله، وكلمة الله كانت مثل حبة القمح يلي نزلت بالأرض الطيبة، وقرر أنه يترك كل شيء ويتبع الرب يسوع. إذا بدي أتأمل أنا وياكم بحياة القديس شربل، مؤلفة من أربع كلمات. الكلمة الأولى هي اختيار، الكلمة الثانية هي اختبار، الكلمة الثالثة هي انكسار، والكلمة الرابعة هي انتصار. فإذا حياة شربل ملخصة بهالأربع كلمات اللي هي اختيار، اختبار، انكسار، انتصار. شو بقصد أنا بهالكلمات هوا؟ لما بقول كلمة اختيار معناتها أنه ربنا اختار شربل، وأكيد أنه ربنا مش بس اختار القديس شربل، إنما ربنا اختار كل واحد منا. هو يلي قال قبل أن أصورك في البطن عرفتك، اخترتك. ويسوع بيقول عن حاله أنا واقف على الباب أقرع. مشان هيك يسوع ولا مرة بيغتصب حياتنا، ولا مرة يسوع بفوت على حياتنا بغصب عنا. فإذا يسوع هو يلي بيدعي، والأشخاص يلي بيدعيهم يسوع بيدعي كل واحد منا. مشان هيك نحن مش صدفة موجودين بهالمكان وبهالزمان وبهالوقت وبهالكنيسة وبهالبلد، مش صدفة، لأنه ربنا اختارنا واختار كل واحد منا وطلب من كل واحد منا رسالة معينة. السؤال يلي بينطرح، يا هل ترى أنا عم بسمع صوت الله بحياتي مثل ما سمعه القديس شربل؟ أنا عم حضر قلبي حتى يكون أرض طيبة تنزل فيها كلمة الله وتثمر بحياتي، وما كون أنا زيادة عدد، وما كون أنا شخص مثل بقية الأشخاص اللي بيمروا بالحياة. من بعد اختيار شربل مرق باختبارات كثيرة بالحياة، اختباره بالدير، اختباره اللي من ترك بيت بيه وبيت أمه، واللي من راح على الدير، ورفقاته يلي حاولوا مرات كتير لأنه شافوه إنسان كتير قريب من الله، وبنظرنا نحن الإنسان القريب من الله منقول عنه بسيط، حاولوا إنه يلعبوا معه ألعاب كتير. وأكيد كليتنا منعرف قصة السراج، سراج المي يلي ضوى. فإذا حياة شربل ما كانت بسيطة، كان فيها اختبارات كتير، وكان فيها ناس يدلوا عليه، وهالناس يلي كانوا يدلوا عليه مرات كتير يمكن كانوا يضحكوا عليه. نحن ويننا من الاختبار بحياتنا؟ يا هل ترى نحن منقبل الاختبارات بحياتنا، أو أي اختبار بيمرق بحياتنا مش على ذوقنا منحس حالنا أنه نفسنا، ومنحس حالنا أنه خلص ما بقى قادرين أنه نكفي؟ لابد من الاختبار بحياتنا. ويسوع كان واضح، قالنا بدكم تكونوا تلاميذي يعني بدكم تحملوا الصليب. لابد من حمل الصليب. وفي فرق بين الإنسان اللي بيحمل الصليب بفرح، وفي فرق بين الإنسان يلي بيحمل الصليب وبيربح ربنا جميلة على طول. فإذا اختيار اختبار، كان في انكسار. كل مرة حدا بيحمل الصليب، الصليب بيوقعه. يسوع حمل الصليب ووقع تحت منه 3 مرات، وشربل حمل الصليب، صليب يسوع المسيح، ووقع تحت منه 10 مرات. وشفنا نحن الصعوبة يلي عايشها القديس شربل بحياة الدير، الصعوبة يلي عايشها القديس شربل بالمحبسة، الصعوبة يلي عايشها القديس شربل مع الناس وبين الناس. فإذا كان في صلبان كتير كانت عم تعترض له، إنما هالصلبان هيدي كان يعرف كيف يحملها وكيف يرجع يوقف، وتكون هالصليب هي صوب القيامة، ما يكون صليب حتى ينكسه. وبالنهاية من بعد حمل الصليب كان الانتصار، كان موت شربل. وبموت شربل هالإنسان البسيط، هالإنسان يلي ما حكي كتير، هالإنسان هيدا يلي بالكاد حكي كم كلمة، منشوف إنه هو اليوم قديس مرفوع بالعالم كله سوا، وكل الناس بتدل عليه. شربل القديس، شربل السكران بالله، انت لبناني يعني انت من بلد شربل.
شي زيت أخوتي الأحبة، نحن بحياتنا، نحن بحياتنا بنمرق بهالصعوبات، وصعوبات مرات كتير بتنكسنا، ومرات كتير منحس بإنكسار. الإنكسار يمكن يكون من البيت، الإنكسار يمكن يكون من الأصدقاء، الإنكسار يمكن يكون من الأقارب، الإنكسار يمكن يكون من أشخاص نحن حاطين أمالنا عليهم، ومنحس بلحظة من اللحظات إنه كل الأمال انتهت. هون في عنا شغلتين، يا أما نعيش المشكلة والمشكلة تكون بالنسبة لإلنا انكسار، والمشكلة نوقف قدامها عاجزين مش عارفين حالنا شو بدنا نعمل، أو نعتبر المشكلة هي تحدي. مثل مصارع، أي واحد عم بيصارع لما بدون يجي الكوتش لعنده ويقول له هيدا الشخص يلي أنت بدك تسارعه أقوى منك وأكبر منك ومرن أحسن منك، أكيد خلق له مشكلة، وأكيد إذا بده ينزل على حلبة المصارعة بده يخسر. أما إذا شحنه إيجابيا وقال له أنت بطل، أنت قوي، أنت رح تقدر أنك تنتصر عليه، اتكل على الله واتكل على الشغلات يلي أنا علمتك إياها، هون المشكلة تحولت لتحدي، وأكيد هالإنسان هيدا رح بيربح. ونحن حياتنا مع الشرير نفس الشيء، نحن بحالة تحدي مستمرة. مشان هيك مرات كتير نحن منضعف، ومرات كتير منخلي الشرير ينتصر على حياتنا، بس لما منحول مشكلتنا مع الشرير تحدي مثل ما يسوع تحدي وانتصر عليه، ساعتها نحن حياتنا منشوفها انه تغيرت. على مثال شربل، إذن نحن مدعوين انه نعيش هالأربع شغلات، الاختيار، الاختبار، حتى لو عشنا الانكسار مرة بحياتنا لازم نعرف انه نحن مدعوين انه نعيش الانتصار مع يسوع المسيح، لانه كليتنا قديسين. هلأ بعد شوي رح ارفع القرابين وقول الاقداس للقديسين، لإلكن للأشخاص اللي عم بيشوفونا، لانه كليتنا نحن قديسين، وربنا اختارنا لدرب القداسة. المهم انه نحن نلبي هالدعوة. حتى انهي انا وياكم بخبركم خبريه، بخبروا عن اول مره اخترعوا المرايه. المرايه ما كان حدا سامع فيها. لما اخترعوها لهالمرايه عملت ضجه كتير كبيره، وهون الرجال قد ما سمع المرايه 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 قال بدي روح اشتري هالمرايه تشوف شو هي هالمرايه. بيروح في معه شويه مصاري، بيروح بيدفع حق المرايه وما بحياته شايف وجهه، فبيجي بيمسك المراية بيطلع بالمراية بيشوف وجهه يلي ما بحياته شايفه، بيقول هاي هي المراية، افتكرنا المراية شي مهم، طلعت صورة بي. بس مش مشكلة، مدام المراية هي صورة بي، أنا كل يوم عبكرة بدي اطلع على صورة بي وشوف وجه بي. وصار هالإنسان كل يوم الصبح يتطلع بالمراية يشوف صورة بيو، وقبل ما ينام يشوف صورة بيو. لعبت السوسي عند مرته وشافت إنه جوزها كل يوم من عبكرة بيحمل شيء بيتطلع فيه ببوسه، ومن عشية بيعمل الشيء ذاته. قالت لا، تركته حتى راح على الشغل. لما راح على الشغل بتجي بتصير تنبش تحت التخت، بتشوف المراية بتطلع فيها بتشوف صورتها يلي ما بحياتها شايفتها، بتقول له هيك بعد هالعمر كله عم بتخوني؟ وما بتقبلها على حالها، بتحمل حالها وبتروح لعند الأبونا، قالت له يا أبونا عجبك بعد 25 سنة زواج عم بيخوني، أنت بترضى؟ قال له كيف عرفت أنه عم بيخونك؟ قالت له تفضل طلع بالمراية. بياخد الأبونا المراية وبيطلع فيها، بيقولها يا أختي هيدي صورة مار شربل، بس بما أنها صورة مار شربل رح روح أنا وياكي ونزيح الصورة بالكنيسة. وراح الأبونا عم بيزيح الصورة على أساس هي صورة مار شربل، وبيرفع الصورة قدام الناس، ولما بيرفع الصورة بيسمع كل الناس عم بيقولوا له يا أبونا هيدي مش صورة مار شربل، هيدي صورة جميع القديسين، هيدي صورتكن يلي رح بتشوفوها بوجه يسوع المسيح وبمراية يسوع المسيح. مشان هيك ربنا اختار كل واحد منكم، نحن مش صدفة موجودين هون، لأنه الله أحبنا وجعل منا أنه نكون قديسين. المهم نحن نقول له نحن معك يا رب
إلك المجد للأبد. آمين. إذا بتريدوا منوقف، خلينا نجدد إيماننا، خليني نجدد إيماننا أنا وإياكم. وهالإيمان يلي بدنا نجدده، بدنا نعيش لحظات معموديتنا وكلمة النعم يلي قالوها العراب والعرابي عنا.